فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أحيانا أشك في الصلاة السرية أنني لم أقرأ الفاتحة، فهل يجوز لي أن أكررها؟ إذا شككت هل قرأتها فلا بد من قراءتها لتتأكد، لأنها ركن، لا بد من التيقن أنك قرأتها. إلا إذا كان هذا من باب الوسواس ويتكرر معك من باب الوسواس فإنك تتركه. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.